الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه. السيدات والسادة، أعضاء الحكومة، الوزراء، وكتاب الدولة، السيد الجنرال دو بريغاد المفتش العام للدرك الملكي، السيد والي الأمن، السيد ممثل الوقاية المدنية، السيد رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، حضرات السيدات والسادة، مع حفظ الألقاب والمقامات إلا ما شطتش شي واحد أعتذر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. يسعدني أن أترأس أشغال هذه اللجنة المشتركة التي هي لجنة بين وزارية للسلامة الطرقية. وهذه اللجنة هي أداة مؤسساتية بين جميع المتدخلين في السلامة الطرقية، ويتزامن هذا الانعقاد مع اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي لكي يكون عادة 18 فبراير من كل سنة. وهو بالتالي هذه المحطة كتكون محطة لتقييم ما تم تحقيقه وإنجازه في هذه القضية ديال السلامة الطرقية، وأيضا رصد الإكراهات والصعوبات اللي كتكون. وحنا عندنا واحد الاستراتيجية، وهذه الاستراتيجية احنا في السنة الثانية ديال التنفيذ ديال الاستراتيجية، غادي نشوفوا تقدم في تنفيذ الاستراتيجية وفي تحقيق الأهداف التي كانت قد سطرتها الاستراتيجية من قبل. وبطبيعة الحال احنا لابد أن نؤكد مرة أخرى جميعا حرصنا على انتظام اجتماعات اللجنة بطبيعة الحال من جهة، ولكن أيضا حرصنا على المضي في تنفيذ هذه الاستراتيجية المهمة التي الهدف ديالها هو أن تجعل الطريق أكثر أمنا وأكثر سلامة بالنسبة للمستعملين ديال الطريق، سواء كانوا سائقين أو كانوا راجلين. وبطبيعة الحال دائما نغتنم هذه الفرصة باش نشكر جميع المتدخلين على الجهود ديالهم وعلى الحرص ديالهم على التنسيق، لأن هذا الورش هو أفقي يحتاج إلى تنسيق الجميع وإلى تدخل الجميع باش يمكن نحققوا الأهداف التي نرجوها زائما، وخصوصا أن التوجيهات ديال جلالة الملك كانت واضحة وصارمة في هذا الاتجاه. كما أريد أن أشكر القطاع الوصي على هذا الموضوع، والذي حرص على انتظام عقد اجتماعات اللجنة التقنية المنبثقة عن هذه اللجنة، اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، وأيضا اللجنة الدائمة، لكون هذين الإطارين يلعبان دورا هاما بغية تسريع تنزيل الاستراتيجية وتنزيل القرارات المتخذة في هذا المجال، والتفاعل بسرعة وبطريقة آنية مع الإشكالات المطروحة. أريد في البداية أن أؤكد على قضية، وهو أن سلامة مستعمل الطريق وسلامة المواطن يجب أن تكون أولويتنا جميعا، وهو أيضا عنصر رئيسي في كل عمل تنموي. ما يمكنش تكون تنمية، ما يمكنش يكون ازدهار، ما يمكنش يكون تطوير لا ديال الاقتصاد، لا معالجة الإشكالات الاجتماعية، لا الخدمات تكون جيدة بدون أن تكون السلامة الطرقية في على رأس الأولويات ديالنا وأن تكون مضمونة. وبالتالي لأن المستعمل ديال هذه الإمكانيات الموجودة، الذي يريد أن يصل إلى الاستعمال الخدمات أو الذي يقدم الخدمات أو الفاعل الاقتصادي بكل أنواعه، يستعمل الطريق باستمرار. وبالتالي فإذا ما كان الطريق آمنة هذا يشوش على العمل الذي يقوم به. ومن هنا فإن موضوع السلامة الطرقية يجب أن يكون من أولوياتنا فعلا، أولوياتنا. وقد كنا جميعا في الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية حددنا واحد الهدف اللي هو تقليص الوفيات بنسبة 20% في أفق سنة 2020، هو هدف طموح ولازم لنا نطمح في أن نصل إليه.
ويمكن نقول بأنه رغم جهود التي بذلت في هذه السنتين الأخيرتين 2017-2018 لا تزال الأهداف لم تتحقق بالطريقة التي نريدها، لا زال ما تحقق دون تطلعاتنا، على الرغم من أن جميع المؤشرات وقع فيها تحسن لكنه تحسن غير كاف. لاحظنا مثلا وتيرة تقليص نسبة الوفيات في خلال السنتين الفارطتين على الرغم من أنها انخفضت لكن كان انخفاض طفيف، وهذا الانخفاض الطفيف في الوفيات على المستوى العموم سحبه مع الأسف الشديد زيادة مؤسفة لهاد الوفيات في الوسط الحضري، بمعنى في الحقيقة اللي أدى إلى هذا الانخفاض هو الانخفاض الجيد على المستوى القروي، بينما على المستوى الحضري لا تزال هناك زيادة ديال 8% 8.38% في عدد الوفيات، وهذا الواقع عنده واحد تكلفة إنسانية، تكلفة اجتماعية، وأيضا حتى تكلفة اقتصادية، وتترتب عنه مآسٍ اجتماعية كثيرة، كما تترتب عنه تكلفة اقتصادية باهظة وتنموية باهظة وتكلفة لدى المواطن. فلذلك يجب أن نسائل أنفسنا حول كيفية الإسراع بتحقيق الأهداف التي سجلناها وسطرناها في الاستراتيجية الوطنية. وهنا أريد أن أقول بأنه عندنا جوج المستويات، هو أولا العمل على رفع درجة مستوى المقاربة المندمجة من مختلف الفاعلين، سواء كانوا فاعلين حكوميين رسميين أو كانوا فاعلين في المجتمع المدني، وارتكازا إلى أبعاد ثلاثة متكاملة وهي الوقاية والتحسيس والردع. والتحسيس جزء من الوقاية، الوقاية والتحسيس والردع. ثانيا التعجيل بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026. على مستوى الوقاية هذا الجانب مهم جدا، ونحن نعرف في جميع الآفات مثل هذه الوقاية هي الأساس، ودرهم وقاية خير من قطار علاج كما يقول المثل. وهذا الجانب كيهم الحكومة وكيهم مختلف الفاعلين المؤسساتيين، الفاعلين المجاليين، الفاعلين المدنيين. والحكومة لا شك تستثمر أموال هائلة في البنيات الأساسية بما تقتضي الحركة الاقتصادية والحركة التجارية، حركية المواطنين، الأصفار ديال المواطنين. ولهذه الغاية يقوم المغرب بتعبئة أكثر من ملياري درهم معبأة سنوياً لصيانة الطرق. غير الطرق السريعة وحدها أكثر من 600 مليون درهم في صيانة هذه الطرق. وهذا الجهد هو ينصب بالخصوص على تأمين النقط الحساسة بما يستدعي ذلك من مدارات طرقية، من قناطير، من منشآت فنية. كما يتضمن هذا الجهد الوقائي، الجانب الوقائي يتضمن أيضا جانب التكوين المنصب على السائقين وعلى المهنيين، والذي عرف عدة تطورات في السنوات الأخيرة. الجانب الثاني هذا جانب الوقاية. الجانب الثاني هو جانب التحسيس، التواصل، التوعية للمواطنين وللفاعلين، وهو عنده أهمية كبيرة في إطارة الانتباه إلى المخاطر التي تطرحها عدد من السلوكات غير السليمة في الطرق، مثل التهور، عدم احترام قوانين السير، وتؤدي إلى ضحايا ومآسٍ اجتماعية وإنسانية في كثير من الأحيان. فالتحسيس بهذا المسألة شيء مهم جدا، تحسيس بالمآسي التي تترتب عن عدم احترام قانون السير أو عن التهور والسرعة المفرطة. وهذا يحتاج إلى توفير إمكانيات الأدبية والإمكانيات المادية والإمكانيات اللوجستيكية والإمكانيات البشرية لتطوير هذا البعد الثاني أكثر مما مضى، اللي هو بعد التحسيس. البعد الثالث هو الإجراءات الردعية، والذي يستلزم تعبئة جميع الفاعلين
للتقيد بتطبيق قوانين السير بشكل صارم والمساواة بين كل الأفراد المخلين باحترامها وتقوية الشعور العام بضرورة الالتزام بهذه القوانين. وفي هذا الإطار يجب إلى عناية خاصة لتقوية عمليات المراقبة بشتى أنواعها والمراقبة التقنية للعربات بما يقلل من فرص تجول مركبات غير مستوفية لمعايير السلامة، والتي يمكن يعني هذا الإجراء أن يؤدي إلى تقليص حوادث السير المرتبطة بهذا الجانب بالذات بجانب ديال المعايير التقنية. ولا يمكن أن تنفذ الإجراءات بدون إجراءات للمواكبة، إجراءات للعناية بالضحايا فيما بعد، علما بأن البعد الإنساني في هذا المجال هو فوق كل اعتبار. وأريد هنا أن أشكر جميع الفاعلين الذين يتدخلون في مجال تطبيق قانون السير، سواء كان الأمر يتعلق بالدرك الملكي أو بالأمن الوطني أو بغيره، أو بالوقاية المدنية أو بغيره من المتدخلين. وأيضا الإشادة بجهود وشكر المتدخلين في مجال العناية بالضحايا فيما بعد، خصوصا المتدخلين الصحيين. فيما يخص تنزيل مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، فباش نبلغوا ونوصلوا للأهداف المرسومة في هذه الاستراتيجية، واللي هي أهداف كما قلت في البداية طموحة، من الضروري الإسراع بتنزيل مكونات هذه الاستراتيجية والعمل من قبل الجميع، كل من موقعه على توفير الإمكانيات البشرية، الإمكانيات المادية، الإمكانيات اللوجستيكية لبلوغ ذلك. ولا ننسى أهمية العمل التواصلي، دور الإعلام ودور المجتمع المدني، فعالية المجتمع المدني من أجل الوصول إلى تغيير السلوكات في استعمال الطريق. وفي هذا كان عندنا واحد الهدف مهم فيما يخص، أو إجراء مهم فيما يخص الاستراتيجية، الذي هو إدماج ثقافة السلامة الطرقية في البرامج الدراسية، اللي تم فيه هذا العمل بين الوزارة المعنية ووزارة التربية الوطنية، وكانت دراسة درت الجهة المعنية. أظن بأنه اليوم وصلنا إلى مجال الأجرأة في إدماج هذا التحسيس بالسلامة الطرقية وبكل ما يهم السلامة الطرقية في البرامج الدراسية، لأن من الصغر يبدأ التحسيس بالأمور الكبيرة التي يجب أن يكون أن تصبح ثقافة لدى الكبير، ثقافة مشتركة، ثقافة يعني الريفلكس، يعني واحد المنعكس عادي يقوم به الإنسان ويطبقه عندما يكبر. وهذا لا يمكن أن يكون إلا عن طريق تعبئة وسائل التنشئة الاجتماعية، والمدرسة هي من بين وسائل التنشئة الاجتماعية، وإن كانت ماشي بوحدها. التنشئة الاجتماعية فيها المدرسة، ولكن فيها الإعلام، فيها كل وسائل التنشئة ديال الشباب، مخيمات الكشفية ونقولوا المجتمع المدني بتواصله إلى آخره، كلهم يجب أن يقوموا بدور مهم في التنشئة على مفردات السلامة الطرقية. وبهذه التعبئة الجماعية يمكننا أن نقلب المعادلة وتولي عندنا أهداف الاستراتيجية في السلامة الطرقية أن تتحقق بطريقة أسرع مما تحققت به فتين السنتين الأخيرتين. إذن هذه هي بعض الأفكار التي أريد أن اللي بغيت ندلي بها في هذه البداية. مرة أخرى أجدد الشكر لجميع المتدخلين، سواء كانوا قطاعات حكومية أو كانوا إدارات أو كانوا جهة أخرى، وخصوصا اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا باش تكلل هذه الأعمال ديال هذه اللجنة بالنجاح، وأن تجد توصية هذا الاجتماع التفعيل على الأرض، وأن نتعبأ جميعا لبلوغ الأهداف النبيلة التي أحدثت من أجل هذه اللجنة، وفق تطلعات المواطنات والمواطنين، وفق تطلعات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. شكرا جزيلا لجميع المتدخلين ولجميع الذين يشتغلون على هذا الورش الوطني المهم والنبيل،
شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.